السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدرس راح ناخذ فكرة السودو. السودو مع الـ SSH كيف نتعامل مع أوامر السودو؟ احنا لاحظنا بالدرس السابق لما نجي نذكر مثلا SSH root، لما نريد ندخل على الروت at 192.168.0.102، لما نخلي الباسورد سنتوس ما يقبل permission deny. اوكي، ما دام بيعمل permission deny اذا exit sorry connection lost. لاحظ حتى في داخل خلينا نعمل هنا اوكي بهذا الشكل، لكن ب root لان احنا كنا اصلا داخلين already entered root. password CentOS، لاحظ permission deny ما يسمح انه تدخل في الروت. نرجع لي في دورة. في هذا الحالة كيف أطبق الأوامر؟ احنا في البداية في الانستاليشن تتذكرون لما ضفنا الاسم محمد عيسى وعملنا يوزر نيم، وبعدين كان في صح لما طلبنا انه طلب من عندك هذا المستخدم اعملها من الادمنستر ام لا، احنا قلنا خلوها يكون من الادمنستر. لما تعملها من الادمنستر وانت ما تستطيع تستخدم الروت، فيك تستخدم سودو. السودو الفكرة من عندها انه انت ممكن تنفذ شغلات الروت وتعطي صلاحيات لمجموعة أشخاص على أساس أنه هما administer في الكمبيوتر. يعني مثلا احنا لما نعمل for example nano مثلا nano نريد نعمل اوكي خليه يكون نفس الملف nano لل etc sshd config اوكي قبلها SSH D underscore config. لما أعمل Enter لاحظ فراغ، بتلاحظ فراغ Control X أرجع. أوكي هذا عفوا هذا في فيدورا SSH محمد at 192.168.0.102 محمد جميل. خلينا نعيد مرة الأخ نانو ETC SSHD SSHD config Enter. لاحظ فراغ ما فيها أي شيء Control X، بالعلم أنه أنت قبل الدرس السابق احنا لاحظنا أنه فيها ملفات، لكن هذا الملفات ما تعرض لأن أنت لما تعمل نانو أصلا ما موجود في الروت ما يسمح لك. خلينا نعمل سو ضع سنتوس. اوكي محمد من السودريز فقبل بالروت. خلونا نكتب مرة أخرى نانو ETC SSH D SSHD config Enter أيضا فارغ Control X. الفراغ مشكلته انه هنا بنكتب SSHD هو SSH وليس SSHD. لاحظ موجود Control X اطلع منها. خلونا نرجع مرة اخرى، هنا احنا دخلنا كروت كون انه محمد اصلا من السودريز. Exit. اوكي محمد الان محمد من السودو. خلونا نعمل User، راح نعمل User، هذا اليوزر ما راح نضعها من السودو، وخلونا نشوف هل نستطيع ندخل للروت. خلونا نجرب. إذا الأشياء اللي أحتاجها حتى أضيف بها اليوزر هو مجرد أكتب user add، كل هذا اللي أحتاجه. أجي أكتب هنا اليوزر add فلتكن اسمه علي. enter permission deny ما يقبل. نكتب sudo user add علي. enter يطلب الباسورد. اليوزر added ممتاز. نشوف التايم 4 minutes. ممتاز ممتاز ممتاز. هنا أنا لما تعمل user مفروض من عندك، يعني لما تكتب sudo user add علي مفروض من عندك أيضا علي يكون عنده directory. يعني أنت لما تعمل home، هذا home لو أجينا على root في root نلاحظ home this one، في home في عندك user اسمه محمد. لما أنت تعمل user مفروض أنه أنت أيضا تعمله directory لأنه هذا user خاص. فكيف تعمله directory؟ مجرد أنه تكتب make dir minus b او بدون minus b it's up to you
عادي، حتعمل وين حتعمل هذا الدايركتوري؟ حتعملها في الهوم. اوكي، طبعا هذا الهوم اللي انا وضحته لك نفسها هي بهذا الشكل، حيكون في السنتوس، يعني هذا حاليا في الفيدورا. في عندك هوم اللي هو فيها محمد، صح؟ هنا نفسها موجود في داخل هذا السنتوس، موجود في عندك محمد، بس حينضاف لها فولدر اخر اسمه علي. خلونا نعمل هوم علي وحخزن فيها SSH file، كون انه انت تعرف كل هوم دايركتوري لازم مفروض يكون عنده SSH file. هذا الباث انا كيف اظهرته؟ بسيط جدا، دبل كليك، لاحظ هوم محمد، اذا انا حبيت اعمل يوزر اخر اكيد هوم علي، والفولدر اللي انا ظهرته بالهيدن كان .ssh، صح؟ اذا هذا حيعمل لي شو؟ حيعمل لي دايركتوري لل SSH. مجرد اعمل make dir. اوكي، احنا نسينا نكتب sudo. للاسف make dir mkdir. اوكي، mkdir، حنعمل انتر، اكيد صار عندنا هسه دايركتوري. كيف نعرف انه في دايركتوري؟ كلير، لو عملنا less minus l. اوكي، total zero. زين، less slash home slash محمد، انتر، total slash zero. اوكي، home محمد l a، LA حيظهر لي كل الملفات الموجودة. لاحظ الـ AI أيضا يظهر لي شو؟ يظهر لي الملفات الـ hidden. في البداية لما أكتب L حيظهر لي فقط الملفات اللي موجودة الاعتيادية، لكن لما أكتب الـ A حيظهر لي أيضا الـ hidden. هنا أنا لاحظ في عندي file جديد created اللي هو SSH موجودة في محمد. أوكي، خلونا نجرب الآخر. احنا عملنا user آخر اللي هو اسمه علي، صح؟ إذا هنا حنكتب علي لأنه هو موجود على نفس السيرفر. Permission deny، مقبلة. خلونا نكتب sudo لأنه محمد ما يقدر يطلع على ملفات علي. sudo، ممتاز، أظهرها. لاحظ هذا SSH لونه أزرق، أي بمعنى أنه أنا متصل على هذا SSH. لاحظ هذا SSH لونه أسود، أي بمعنى أنه أنا ما دخلت على هذا SSH. أوكي، فإذا أنا عندي هنا، أنا لاحظ في عندي محمد وفي عندي علي. أوكي، لاحظ وأيضا عملت create. طبعا هنا أنا عندي this one، روت لل SSH. okay، جميل جدا، عندي في أيضا فايلات الفايل لل SSH اللي أنا عملته. يبقى شيء آخر هنا، أنا خلونا نشوف التايم، نوقف هنا، كمل الدرس القادم، لأن أقولكم مع السلامة.